أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة على رحمة للعالمين أفضل من صلى وكبر وصام وأفطر وعلى آله وصحبه الغرر أما بعد أيها الناس قبل انتهاء خطبتنا هذا أحب أن أوجه موعظة للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعظهن في صلاة العيد بعد الرجال فأقول أيتها النساء نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمتا قرسانيت أمتا تأنساني آيوتا تأمسا دبرسان آيوتا تأمسا دبرسان قرسة أدى إيرارا كأدى لأنه مالف جنان سببا هجي عذاب جهنم أمتا آيوتا كان سنسي ستو جرا واني إيرارا فالا واني إيرارا فالا هجي إيرارا فالا يودلغان إني سني مالي جنان يرو أما كيساتي سنفاني قسلامة تجرا ورا إبداتي أمان أغرر واني سنطفوف تهتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وذكرا ندبتي نساء كاسيات دبرتي أفت تجرا آيوتارا دوبرتين وفتاين وفتي وفي كل دم تيجان وفي كل دم وفتاين وفت وفي كل دم سني مالي جنان عرياتون كل دم تيجان مالي جنان فوچو قام إساني هستر فوچو قام إساني بريدو ما إبسو وچو قام كل كيسام مرنسو وفاتو ورا إبدا قد أجان وفي جهنم بيتا تبكا وانسو نمان جرتو نفوف تتغا قويا قيامت نمن فاشنا دادر تججير مفتا دوبا إبدا ورا إبدا قد أجان وچو أكاسي وفاتون مائلاتون جلتو راجا مميلاتون جلفتو جان كأسنمة البخت جلفتو جتشون متى إساني أكملي اتدالكو جان فاشين أما يرو أما كيسات كمتان قبني متى بيتي اتهيراتي اتقوراتي أكسي اتسانين ومتى إرادة قوفي جان يا جركين لا حول ولا قوة إلا بالله كما كبا يوكل كل فتنيت إنسان من جرات الرب العزة والجلال جهنمين إنسان نيبر وجيما بديد لغاني جدان كانتو يو إبدان ما سينسيسا كناف جنتان أرغاني جنتان لنساني كان مالف جناني أدب ربي كانت غسهد دجان جهنم كيساتي كان مطار الراسان كان الربا الراسان يا جركين لا حول ولا قوة إلا بالله واني كمبر وان سو كنسا يسلا وانا متون همني قرو همون دير كامتا مالف إراها قرانيف كجالة اتحافوفو ومارا كون كابو كغافة دور جرا وابرتراني ربي ربي بنامو ايتي ديمو تجيرا مالي بيران تاري ما شاء الله وكانا قويا جزالي ندورا جيرا اما مو اقاو مالي ناتا يوجد ابان اتحاسيناتو لكن انتا وان يكون ايقا هم وان بداتاو نتيما اراغو را يوجد نيزو قباجا كاسني ما تلبوكتي متا اساني فردي ساني وچو اتماريني اكا دلو غالا قداني نامان داقون سببا إبدا جهنم إساني كورفيسو تايايا أكاسوما وانا دادا فولي جنتان أرغانيا أمالي أمتا قسلامجا كدوبارتي دوباتت
kalamata mo warra ulen nama anujan halange nama kujan wambiraratin kuubar tarabbi tilenji subar ya dunia irasamu yo kaos debetin motuma ufi iratirawatu wanne biranji kana je awara nama adabuja warra ibidda jahannamitti ibidda qabsiisee qilee shaqqaba kaysaa jedhe warri qaalii kiyya godhe nagaa isin godha warri qaalii kiyya diida itti haraanarra kalaas mana adabaa tolfate itti guura kasan diide uleen quwa kasan diide duniyaa irraa saama maasha allahu kaan kanaaf ummata akkasiittu dhufaa dhufe amma nu bira gahe baritti jira amma itti jira bara abalu hin jennu male kanaaf ibiddaaf warra uf qopheesse gosa lameen kanaa ja dubartii uffattu ta kullaa deemtu ummatammoo uleen halangee qabate nama reema nama tumu nama miidhu nama zaalima jecha saamuufi bare eega namni qaalii isaa didee kole jechuu didi akkuma fedhe irratti raawwatu namni isa gaafatu hin jiru yoo rabbi isa gaafate male kanaaf warra ibiddaati annabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ra'iitu kunna ammallee in arge yaa ummata hayyota irra guddaa warra ibiddaa maalif jennaan lianna kunna yaa hayyota isin waan biraan taane tuksirna laana abaarsa baa'iftanii takka watakfuuna lashiir abbaa warra keessanii niima abbaa warra keessanii itti kafartanii yoo waggaa dheeraa wajjiin jireenna gaarii dabarsanii namni gaa walitti bu'aa wal dhaban maara'itu min ka khayran qatu an takkaa ifa rabbi walitti nu darbe yaaboo waan gaarii hin arganne an takkaa gammachuu yoon arganne jiruu gaarii hin jiraanne jechuudhaan waan waggaa dheeraa balleessuu afaaniin balleessuu santuuyyuu abbaa warratti kafaruu kanaa jia اللهم إن عبادك خرجوا إلى هذا المكان يرجو ثوابك وفضلك ويخاف عذابك اللهم حقق إيماننا ما نرجو وأمنا من وأمنا منا مما نخاف اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا اللهم انصرنا على عدونا واجمع كلمتنا على الحق ويسرنا لليسرى وجملنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى إنك جواد كريم إن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة الصلح عليهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم وعدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام اللهم اصلح ولاة ولاة المسلمين ورعاتهم اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم نور على